بعدين نرجع كان صوت خلاص ما راح نطلع صوته. الله يرجعنا الجنة يا رب. جماعة اللي انت تبعني تبعنا. الله اكبر يسلم. آمين يا رب. هو الأمان عالي جدا الحمد لله. إن شاء الله تعيش فيها. آمين. والله ما أنا صعبة. لو سمحت تشارك اللايف. هولندا ولا المدرج؟ والله إجراءات هولندا سهلة. الله يا رب. يا رب ان شاء الله جميعا. يا رب ان شاء الله الله يرزقنا الجميع. أنا وياكم جميعا إن شاء الله. والله هي أمريكا حلوة، أمريكا أفضل. تسلمي يا سنان، شكرا لك. بهيك اشتغل.
السياحة، التسويق، ترانسبورت، لوجيستيك. أشتغل من فضل الله، مرشد سياحي، شركة سياحية. أمريكا أفضل من كل شيء، كل النواحي. أمريكا أفضل من كل شيء يخطر على بالك، كل شيء موجود في الحياة. أمريكا أفضل. هاي دولة النرويج يا صديقي، آمين يا رب فيها. لو سمحتوا شاركوني اللايف. لو سمحتوا شاركوني اللايف. أنا حر، كل هذا حر، برد جديد زي الثلج، لسه ما عم بدوب. خلص الصيف والثلج ما داب. يا رب تعبهم وزحمة، تعبهم وزحمة المال. نرويج صح. خليني افتح لك عرفه. عليكم السلام ورحمة الله. شو يعني بحة؟ والله ما فهمت عليك. بحة؟ والله البحة يعني ما تشوف هيك. تقول سبحان الله، الله يرزقنا الجنة. سبحان الخالق العظيم الإبداع. النرويج أولدن، أولدن بريتس دال. طبعا يا جماعة، الحين بعد شوي هوشين الصوت. أولدن، اي والله ليش لا، حلو رياضة، ليش ما يعيش الدور هو وزوجته، يتهنوا هو ما يجيهم ولاد. لا حد لازم يعيش حياته. يا جماعة هذا الطريق طويل طبعا، ساعة ماشي لفوق، مستحيل اطلع لكم ساعة يعني. انا لهون كنت راح استشهد. انا بالعاده بطلع لهون بالسيارات الكهرباء باي سنان. الله معك. الاماكن اللي فوق كثير حلوه، فوق بتوصل النهر الجليدي، بتشوف كيف متجمد. سبحان الخالق، شيء رهيب، شيء عجيب غريب، سبحان الله. مصورتكم يا، راح انزل لكم فيديوهات، تابعونا، شوف الفيديوهات. يعني عمل لي اعاده نشر، عمل تعليق، اي تعليق. اذا ما في تعليق حط نقطه. قديش وقت على اوسلو؟ والله بعيد يعني، من اوسلو من 8 ل 9 ساعات بالعاده. ما شاء الله احسن الخالقين. ايه يعني اقل شيء يحطوا لنا على الفيديو ما شاء الله. ايش نعمل؟ ادعموا الفيديوهات يا جماعة. ترى في شغلات كثير حلوة بالنرويج، في أماكن كثير. إذا حبيت الطبيعة وحبيت الأجواء، إن شاء الله بينزل كثير فيديوهات حلوة ولايفات حلوة. شكرا يا المبرقع، الله يرزقك. هي والله حلوة هي النرويج. أولدن
عملنا لايك، عرفونا على الفيديوهات، دعموها، وإن شاء الله ما ندخل عليكم لا فيديوهات حلوة ولا بمعلومات مفيدة. شايفين هاي شكل السيارات اللي نطلع فيها بالعادة؟ هلا يا الملكة، النرويج في أولدن. هوب هوب هوب، لا شو خربانين الفرامات، شايف ما في بركات. هلا الإمارات، ما شاء الله. فأكيد ما فيني أكملكم لفوق، شايفين بس النهر الجليدي مبين. أنا يعني بطلع امبارح طلعت عليه بسيارة، بس اليوم حبيت أتمشى وإنه رياضة وإنه بورجيكم الشلال. يمكن الصوت منخفض من المي. فشوفوا الفيديوهات، مصور كل شيء، تابعوا الحساب، رح تشوفوا لايفات.